الحفلات. سير المطاعم ديال الشركات. حنا بالنسبه لنا حنايا جينا هذه الوقفه احتجاجيه اليوم اللي للاسف الناس اللي مسؤولين عليها انسحبوا كيتحملوا مسؤوليتهم لان دومين داروا في فيديراسيون وتخويب الناس اليوم اللي هي يوم دقيقه مشينا اللي ممكن لنا الناس وزير الطلب والصمت ديالها الناس المسؤولين على اساس انهم ياخذوا الاجراءات اللي ممكن انها تحيي دومين اللي هو اللي واحد المجموعه ديال اللي ولا نخدموا 50% 50% ولا نعم خدموا ب 50% ولا نخدموا ب 80% 80% 80% 80% ونلتزموا بالشروط ديال الوقايه ديال الوقايه اللي فرضتها وزاره الصحه. حاضر معكم بعدا اللي بغيت نقول لك اخويا زعما هذا القطاع هذا نفس بزاف اللي كيستقسيونا فوقاش غادي نبداو نخدموا وحنا ما عرفناش الحكومه بزاف انت غادي تبقنا نخدموا ونو يعطيونا عير بسيط من الامان اللي قلنا غادي نخدموا واحد 50% او لا 40% كما كيقولوا الاخوان ديالنا. هذه نقطة خاص يعرفها رئيس الحكومة الله يجزيه بخير، إلا كان هو خدام وعنده منصب وكيدخل لك في الله لوليداتو، حتى حنا راه من ورانا ناس ومن ورانا وليدات ومن ورانا مشاكل، حتى حنا راه عندنا كراوات وعندنا يعني خدامة وعندنا تابعنا في راس العام محاسبة مع الضريبة أنه غادي نأدي واحد الواجب حنا للدولة، حنا ما خدمناش هذا العام، يعني كيفاش غيكون رد الفعل ديال الدولة في راس السنة؟ يعني إلا كنا حنا كمغاربة وتحت راية واحدة وعاش الملك دائما يعني اللي يبغي يكره اللي يبغي يكره ان سيدنا هو الاول كنحبوه وكنبغيو كنبغيو بلادنا، ولكن هاد الناس هادو اللي ما التبتوش لهاد الدومين هذا اللي خلاو الناس كتموت بالجوع. لان ما نشوفوش راه انا كباترون دابا كندوي، انا راه كنقدر نمشي عند الجزار دابا وناخذ اللحم ما غايقولش يا خلصت نبغي الوقت اللي بغيت نخلص حتى عرفني، ما غاديش يمكن لي غنمشي عند منتج وما ناخذش الدجاجه ما غادي يعطيني لان كيعرفني، نقدر نوقف على اي واحد من صحابي اللي كيتعاملوا معايا غيسلمني ويعطيني حتى عندي واحد راس المال عندي واحد البسيط من الامل انا بالنسبه ليا، ولكن خاصنا نلتفتوا واحد الناس اللي هما كالتربايه. المطالب مطالب المطالب ديالنا هما هاد الناس خصو يردونا العمل ديالنا لان ما يشوفوناش حنا اللي مانيين الشيء يعطيونا حق الدعم واللي يعطيونا حنا ديك 2000 درهم الخدامه، يشوفوا الناس اللي ما عندهمش مساكن لاتينيتيت كيفاش غيديروا معاهم وما كانوا عايش تربايا مع الناس في السوق، يشوفوا دوك الطيابات، يشوفوا دوك الناس اللي مساكن كيدير الهده، يشوفوا دوك الناس النقابات، يشوفوا دوك العيال اللي كيعملوا الحنه، يعني هذا راه مشكل كبير. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.